نروح لأخبار المنتخب الأول لكرة اليد، واللي عاد النهاردة للقاهرة بعد انتهاء معسكر الغردقة اللي استمر لمدة أسبوعين في أول تجمع لمنتخب بعد عودة النشاط الرياضي استعدادا لكأس العالم لكرة اليد المقرر إقامته في شهر يناير من العام القادم في مصر. الإسباني روبرتو غارسيا المدير الفني للمنتخب الأول لكرة اليد قرر أن هو يمنح اللعيبة راحة من التدريبات لمدة يومين، وبعد كده هيستأنفوا التدريبات في معسكر مفتوح لمدة أسبوع، وبعدها المنتخب يرجع تاني يدخل معسكر لمدة أسبوعين في الغردقة في آخر مراحل المعسكر الحالي. المدير الفني للمنتخب الأول لكرة اليد مهتم جدا بالمعسكر الحالي واللي بيعتبره الأهم في مرحلة الإعداد لكأس العالم بعد فترة راحة وصلت لأربع شهور بسبب كورونا، فان شاء الله يكون الجهاز الفني واللعيبه ومجلس الاداره وكل المعنيين موفقين في الفتره اللي جايه، فتره اعداد منتخبنا باذن الله قبل المشاركه في مونديال 2021 لكره اليد.